عرفتي عندي بزاف ديال الطلبه كيضلوا كيسيفطوا لي دي ميساج. حتى انا وصلوني واحد جوج. خويا رشيد هضر علينا خويا رشيد هادي بون بلا ما نهضروا على المهندسين والدراري ديال راه كنا هضرنا على بزاف ديال الحوايج ودائما بطيط الحال كنرافقوا لي جون في هذا البرنامج هذا. اي ثقوا بيا والله العظيم لا فوالا كنحس بكم بحال خوتي الصغار اون فوالا هادشي علاش كندير هادشي كامل. معايا واحد السيد من هونغ كونغ مغربي في هونغ كونغ وشو دابا بنادم كيمشي على برا وباش نسهلوا ليه المأموريه لا ما كنسهلوا ليش المأموريه خصنا ديما نديروا ليه الشكلي في الاكل. قال لك عامين هادي باش كانوا تفاهموا مع السيد السفير ديال المملكه تما باش انه يبداو يقادو تما لي كارت ديالهم والباسبورات وهذا مابقاش داك التخسيق على من هونغ كونغ حتى تصور حتى ولد اكادير جاي حتى تين غير باش تصوب لا كارت وتعاود ترجع. لا بيروتيك سيغ بلاس والله نكذب عليكم 2021 هاد الدراري صاي راه عباد الله راه ولات خدامه غير بالرقمه. انا راه مابقاش خدامه بالوراق بارك من الاوراق على عرض الله قتلتونا فغيم صعيبه والله الصراحه هي هادي والله العظيم. شوف راه صاحب الجلاله وكان قالها وحده من الحوايج اللي كتجعل ان البلاد ما بغاتش تقلع هو الاداره المغربيه. انا ما قلتهاش بفمي قالها صاحب الجلاله بفمه فوالا دونك الله عرفتي كانت والله العظيم عقد ازدياد اصلي خضر زرق ما عرف شنو شهاده الحياه الدراري صاي واش انا واقف قدامك كتشوف فيا واقف قدامك كتقول لي بغيت شنو بغيتي بغيت شهاده حياه. نخفوا واحد شويش على بعضنا والله ما كنخفوا على بعضنا. دونك الله يجازيكم بالخير مع هاد الناس ديال هونغ كونغ. فوالا النداء ها هو داز اذاعيا نتمنى ان شي واحد يكابتي هذا الميساج غادي نبارطاجيو اوسي. شكرا للمهدي اللي عطانا لا بتيت فيديو باش نبارطاجيو اوسي على لي ريزو سوسيو على الله ان الرساله ديالنا توصل يا رب. الله يجازيكم بالخير. فوالا اللي عنده شي سفاره في اي بلاد فين كيف ما بغى يكون نوعو راه تكليف هذاك راه تكليف هذاك راه كلفناك الشريف انك نتايا هو المقيم العام ديالنا تما كتشوف مع الناس وكتقاد لا سهلوا الناس بابا بركة والله عرفتي راه ولينا وكتسمع شي حوايج كتقول واش زعما مازالين معكسين لهاد الدرجه هادي مازال ما بغيناش نتقادوا. لا ماشي واحد فيكم يدير شي زويته بحال شي واحد كي وقت ما دخل للدار وكيسمع كيك في الباب ديما اللي عنده الباب معكس بحال داك الباب ديال اللي كان عندي انا في كوميديا شو حتى واحد ما بغى يدير ليه زويته زعما باش ما باقيش يعاود يتسمع كاع حسوا دخل ترونكي ولا تخرج ترونكي. لا صافي الوليدات الله يرضي عليكم نسهلوا على بعضنا والله ما نبقاوش عرفتي كنعكسوا على بعضياتنا ما فهمتش علاش. ونزيدكم واحد القضيه انا علاش سورتو هذه المساله هذه ديال مغاربه العالم كتمشي على برا وها هما الناس ديال موريا اللي كذبوني كتلقى جميع الدول عندهم ممثلين ديالهم اللبنانيين منظمين الايطاليين منظمين كاع الجاليات منظمين كتجي الجاليه لا شوف حتى واحد ما يجي يحسبها عليها هذا الصباح هذا لانه نتوما الاولين كتقولوا هاد الهضره كتجي حتى الجاليه المغربيه. انا تقالت لي هاك من عند مسؤول قال لك ملي كتلقى شي مغربي تشرات ليه كتلقى مغربي هو اللي شاريها ليه نبقاو حنا واش حنايا بقاو كنشريوها لبعضياتنا الدراري.